L'objectif visé à travers cet audit est de parvenir à identifier. إن الهدف من وراء المراجعة والتدقيق في الشهادات هو التوصل إلى التالي: تحديد ورصد الشهادات المزورة في كل الوزارات والمؤسسات، تحديد ورصد المستندات والترقيات المزورة، تطهير وإعادة تحديث سجلات المرتبات. إن هذه العملية بكل تأكيد ذات مصلحة حيوية لكل المواطنين. وستتولى هذه العملية اللجنة التوجيهية تحت رئاسة رئيس الوزراء ولجنة الدعم الفني للمكتب الذي سيرأسه المفتش العام للإدارات التابعة لوزارة الوظيفة العامة، كما أن مهمة اللجنة التوجيهية هي الإشراف ودعم إجراء العملية، تقديم التوجيهات إلى اللجنة الفنية ومراقبة تنفيذ هذه التوجيهات، دراسة واعتماد النتائج والتوصيات التي سيتضمنها تقرير المراجعة والتدقيق. Mettre en œuvre les recommandations de l'audit. Est-il besoin de préciser qu'en lançant cette opération, il s'agit pour le chef de l'État et pour le gouvernement de donner un signal fort? بالنسبة لرئيس الجمهورية والحكومة، فإن انطلاقة هذه العملية تعتبر إشارة قوية وخطوة هامة وملموسة باتجاه حل مسألة رواتب الموظفين الشائكة والتي تفوق في الوقت الراهن الموارد السنوية العادية للدولة. إنني مقتنع بأن هذه العملية ستجري بكل شفافية ونزاهة في مختلف المستويات والقطاعات، وستسمح بتوفير بعض الأموال لخلق وظائف أخرى بالوظيفة العامة. وللتوصل إلى هذه النتائج المتوقعة من هذه العملية، يجب تفادي الإخفاقات السابقة والتي كانت سبباً في تضخم عدد الموظفين الذين تبلغ رواتبهم عدة مليارات فرنك سفا، وللحيلولة دون هذه الظاهرة التي تتفاقم بتواطؤ من بعض الموظفين، فإنني أصر على ضرورة التنسيق بين جميع الوزارات والمؤسسات وزيادة اليقظة من جانب اللجنة التوجيهية واللجنة الفنية من أجل تقديم الوسائل التي توفر قاعدة بيانات موثوقة ومشتركة. وبالتالي أناشد جميع المسؤولين في الوزارات والمؤسسات بالقيام بذلك دون تأخير وفي تعاون تام مع مكتب المراجعة والتدقيق. وبالنسبة لكم أنتم أعضاء اللجنة التوجيهية، فإنني واثق من أنكم في هذه المرحلة الحاسمة ستسهمون في وضع اللبنة في هذه العملية التي نأمل في أن تسمح لبلدنا بضبط عدد موظفي الدولة وترشيد إدارة تكاليف رواتب الموظفين والمتعاقدين. Le gouvernement attend avec impatience les résultats de cet audit auquel aucun agent public ne saurait se soustraire impunément.